السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في الأولين والآخرين، عدد ما ذكروا الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا الخير متاع الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم انصر غزة وأهلها، اللهم انصر غزة وأهلها، اللهم انصر غزة وأهلها. اللهم يا حي يا قيوم، أنت المغيث، أنت المغيث لهم، أنت المغيث وأنت الناصر لهم، فانصرهم وتقبل منهم الشهداء، وتقبل منهم الشهداء يا رب العالمين. يا رب يا رب، أنت القادر على نجاتهم، وأنت القادر على تقبلهم من الشهداء يا حي يا قيوم. فكن لهم ولي وأنت نعم الولي، وكن لهم السند والعون، فنعم السند ونعم العون. نبدأ على بركة الله. المرة الماضية والمرة وقبلها يعني بدأنا في حلقتين، الآن الحلقة الثالثة بأمر الله تعالى. فكانت الحلقة الأولى اللي هي مقدمة المد والقصر، وعرفنا حروف المد وكيفية معرفة حروف المد والمد الطبيعي وملحقات المد الطبيعي وحالات المد الطبيعي. فبدأناها في الحلقة الأولى وتم إعادة شرحها في الحلقة الثانية، فلا نزيد فيها الأمر، ولكن نبدأ الآن في المد الفرعي. تمام؟ المد الفرعي لدينا 5 أنواع: مد متصل، مد منفصل، مد عارض للسكون، مد بدل، مد لازم. طيب، عرفنا عندنا أن المد الطبيعي وهو أساس المدود، المد الطبيعي وهو أساس المدود، وهو أن نجد حروف المد وهي 3 أحرف: الألف والواو والياء. هذه الأحرف يكون قبلها حركة مجانسة، أي أن قبل الألف فتحة، وقبل الواو ضمة، وقبل الياء كسرة، ولا تأتي بعدها هذه الحروف حروف ساكنة، ولا تأتي بعدها همز أو سكون. ليه دايما حتة جملة لا تأتي بعدها همز أو سكون؟ لأن الهمزة والسكون هذه أسباب لإطالة الصوت زيادة عن حركتين. تاني، إحنا اتفقنا من قبل إن عندنا المد الطبيعي أو الحروف المادية ما هي إلا صوت. عرفنا تعريف المد: امتداد، حاجة بتزيد زيادة. تمام؟ زيادة في إيه؟ زيادة في الصوت. طب الصوت ده صوت إيه؟ صوت الحركات، صوت الفتحة عندما يزيد صوت الفتحة عن مقدارها الطبيعي فيصبح الصوت طويل فيسمى ألف مدية. مثلا ب ب يبقى ب فتحة ب، هذه الباء تسمى صوت قصير، الحركات القصيرة وهي الفتحة. أما إذا تم زيادة الصوت عن الحركة الواحدة عن الطبيعي اللي هي ب، فبيكون عندنا ب، بيزيد الصوت بمقدار حركتين، أي أنه فتحتين هكذا، يبقى باء فتحة باء. هذه الباء تمام تسمى حركة واحدة. طيب أنا عندي المد الطبيعي، لو أطلت صوت الفتحة فبيصبح بيتولد لدينا ألف مدي، بيتولد لدينا الألف المادية، فتصبح عندنا الصوت الطويل باء، أي أن هذه الألف هي عبارة عن 2 فتحة: ب ب ب ب ب ب. تمام؟ يبقى ده هذا ما يسمى بالمد الطبيعي، وهو أساس المدود، وهو أقل حركات في المدود اللي هي يسمى القصر. تمام؟ عندما تم تسمية مراتب المدود وقلنا أو مسميات المدود اللي هي القصر وفويق القصر والتوسط وفويق التوسط والمتوسط
الإشباع، والعلماء بيتحدثون بالمصطلحات التجويدية: المد، القصر والتوسط والإشباع. القصر والتوسط والإشباع، تمام؟ فالقصر وهو الحركتين أقل أنواع المدود أو أقل أصوات المدود، اللي هو الحركتين، تمام؟ طيب، يبقى احنا عرفنا ان تعريف المدود اللي هي الحروف المادية الطبيعية هي حروف ساكنة يأتي ما قبلها حركة مجانسة، مجانسة يعني مع الألف فتحة ومع الياء كسرة ومع الواو ضمة، ولا تأتي أو لا يتبعها همز أو سكون. ده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، وهذا هو درسنا اليوم: الهمز والسكون. طيب، ايه علاقة الهمز والسكون؟ بالظبط لما يجي يكون عندك طفل بيتكلم صوته عادي، ما ماما، صوت قصير. طيب، لو جاء الطفل ده في حد ضربه فبيعمل ايه؟ الصوت بيزيد، فيبقى عندي ان الصوت زاد عن الصوت الطبيعي، ان الطفل بيكون صرخ، فالصريخ ده ما هو الا صوت طويل، وكان سببه ان في حد ضربه، سببه الضرب. هكذا لدينا، يعني احنا كده العلماء تم تجزئة وتقسيمة المدود الى مد طبيعي ومد اللي هو المد الطبيعي، المد الاصلي، المد الاساسي، والمد الفرعي. المد الفرعي لابد من ايجاد السبب، ينقسم الى قسمين، تمام؟ قسم يكون سببه الهمزة، قسم يكون سببه الهمزة، وقسم آخر بيكون سببه السكون، تمام كده؟ طيب، الهمزة عندي بتنقسم إلى 3 أنواع. لو الهمزة جاءت قبل حرف المد يسمى مد بدل، وهنعرف يعني ايه مد بدل. مد بدل، وهذا النوع من المد بيمد حركتين فقط. إذا جاءت الهمزة بعد حرف المد وليست قبله، يبقى مد البدل الهمزة تأتي قبل أحرف المد أو الحروف المادية. طيب، إذا جاءت الهمزة بعد حرف المد فتصبح هنا بيسمى مد واجب متصل، وده عندما الهمزة تأتي بعد الأحرف المادية في كلمة واحدة، وهنا يمد 4 إلى 5 حركات. والنوع الآخر مد جائز منفصل، ويمد هنا المد الجائز المنفصل، يعني قيل بعض العلماء 2 أو 4 أو 5، ولكن المقدم في الأداء أو الأغلب من العلماء قالوا 4 أو 5 حركات زي المد المتصل، تمام؟ العلماء اتفقوا على هو 4 أو 5 حركات، والاثنين يعني ده رأي، يعني رأي آخر من العلماء، تمام كده؟ طيب، النوع الآخر من المد الفرعي، وهو النوع المد الذي يكون سببه السكون، بينقسم إلى قسمين. بينقسم إلى قسمين: مد لازم مد لازم ومد عارض للسكون.
المد اللازم له أقسام زي مد لازم كلمي ومد لازم حرفي، والكلمي بينقسم إلى قسمين، مد لازم كلمي مثقل ومد لازم كلمي مخفف، والحرفي أيضا بينقسم إلى مثقل ومخفف. نحاول نعملها كده يعني، يا رب كده السبورة تاخد. المد اللازم بينقسم إلى قسمين، كلمي وحرفي، والكلمي بينقسم إلى قسمين، والحرفي بينقسم إلى قسمين، مثقل، كلمة مثقل، وكلمي مخفف. ونفس الكيفية هنا، مثقل الحرفي مثقل وحرفي مخفف، كل دي مسميات، وده إن شاء الله يعني هنشرحهم مع بعض، مد مد، نوع نوع، وقسم قسم. المد العارض للسكون عندنا لين عارض للسكون ومد عارض للسكون، تمام. المد اللازم السكون فيه بيكون سكون أصلي، المد العارض السكون فيه بيكون سكون عارض. يعني إيه سكون عارض؟ يعني السكون مش الحركة الأساسية للحرف، ولكن هي جاءت السكون دي مضطرين، علشان إحنا اضطرينا نقف على الكلمة، فبالتالي إن الكلمة لازم نقف عليها على السكون، لأن عندنا قاعدة في العرب، عند العرب لا نبدأ بمتحرك ولا نقف، لا نبدأ بساكن ولا نقف على متحرك، لا نبدأ بساكن ولا نقف على متحرك، فلذلك فعند الوقف بيتم الوقف على السكون، تمام؟ طيب هنبدأ معانا بأول جزء، وهو المد الفرعي الذي سببه الهمس. ممكن نعمل سكرين شوت للشاشة ونبعتها إن شاء الله للأخوات على الجنة. طيب لحظة واحدة بس عشان أقدر أحتفظ بالشاشة. يبقى هنبدأ معانا المد الفرعي الذي سببه الهمس. يبقى هنبدأ معانا بالمد البدل، أول نوع من أنواع المد، وهو المد البدل. مد البدل من شروطه أن الهمزة بتأتي قبل الأحرف المادية، أن الهمزة بتأتي قبل الأحرف المادية، مثل أمثلة مثلا عندنا آمن، إيمان، أوتو، طيب أنا إحنا لو بصينا هنا هنلاقي إن عندنا الحرف المادي ساكن، ألف ساكنة، جاءت قبلها الفتحة، وقبل الألف المادية همزة،
قبل الألف المادية جاءت الهمزة. إيمان، ياء مادية ساكنة، آمن. إيمان، أوتو. يبقى قبل الألف المادية جاءت الهمزة عليها الفتحة وبعدها لا يوجد همزة أو سكون. الياء المادية جاءت قبلها الهمزة وقبلها الكسرة وبعدها حركة، لا يأتي بعدها الياء المادية سكون أو همز. كذلك الواو المادية قبلها الضم. تمام؟ طيب يبقى مد البدل عندي آمن بيمد كم حركة؟ يمد حركتين. بيمد حركتين كالمد الطبيعي. تمام؟ ليه سمي بالبدل؟ ليه سمي بمد البدل؟ قيل أن أصل هذه الألف المادية همزة، يعني كانت هكذا همزة وهمزة، فتم إبدال الهمزة الثانية بألف مادية، تمام؟ ووضع الفتحة على الهمزة الأولى. كذلك إن كانت هذه الهمزة إيمان و الياء المادية، تمام؟ كانت همزة أخرى، كانت همزتين متتاليتين، فللتيسير وللسلاسة في النطق فتم إبدال الهمزة الثانية إلى ياء مادية. وكذلك أوتو. طب ليه اشمعنى إن هنا يعني مدينا هنا ألف، حطينا هنا ألف وحطينا هنا ياء وحطينا هنا واو؟ ذلك طبقا للحركة، هنا كانت أ فطبيعي إن إحنا هنحط ألف مع الفتحة، إي فهنحط الياء مع الكسرة، وأو هنحط الواو مع الضمة. أعتقد إن المد البدل سهل ويسير جدا ومفيهوش أي مشكلة تماما. طيب المد الآخر وهو المد الواجب المتصل. المد الواجب المتصل، تمام؟ المد الواجب المتصل وهو أن تأتي الهمزة بعد الحروف المادية. تأتي الهمزة بعد الحروف المادية. يبقى احنا نجيب هنا لوحة تانية، لوحة جديدة. المد الواجب المتصل. يبقى مد البدل سمي بالبدل لوجود أو لأن الحرف المادي كان همزة، فكان في الأول همزتين وتم إبدال الهمزة الثانية بحرف مادي مناسب للحركة للفتحة الأولى، تمام؟ ويمد حركتين آمن إيمان أوتو، حركتين فقط. المد الواجب المتصل وهو أن يأتي المد الواجب المتصل وهو أن يأتي أن تأتي الهمزة بعد الأحرف المادية. أن تأتي الهمزة بعد الأحرف المادية، تمام؟ طيب إيه شروط المد الواجب المتصل؟ اتفقنا إن الهمزة هتيجي بعد الحرف المادي في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، زي مثلا جاء. يبقى أنا عندي الألف المادية قبلها فتح، الواو المادية قبلها ضمة، الياء المادية قبلها كسرة، بتأتي بعدها الهمزة في كلمة واحدة، يعني نقدر نقول كده إن هو بيت واحد، تمام؟ بيت واحد. بيمد كم حركة؟ بيمد عندنا يا إما 4 حركات أو 5 حركات.
بيمد عندنا 4 حركات أو 5 حركات. بنوتي عمالة تخبط في إيدي، كل ما أكتب حاجة مش عارفة أكتب منها حاجة. 4 أو 5 حركات، تمام؟ طيب أمثلة عندنا، مثلا جاء شاء السماء. تمام، خاسئين. عندنا كلمات ايه تانية؟ مثلا سوء، تمام. طيب احنا عندنا بنلاقي في علامة المد تبقى موجودة فوق الحرف المادي، هذه العلامة هي علامة المد، تسمى بعلامة المد، وقيل إن هي اختصارا لكلمة مد، اختصارا لكلمة مد، ميم دال، تمام؟ خاسئين سوء. طب لو بصينا في الكلمة هنلاقي إن شروط الألف المادية أو الحرف المادي توفرت، عندي الألف المادية وقبلها الفتحة الحركة المجانسة واتبعت بهمزة في كلمة واحدة، أيضا مثل شاء السماء خاسئين سوء، بيمد كم حركة؟ 4 أو 5 حركات. جاء شاء السماء خاسئين سوء، تمام. يبقى المد عندنا حركة المد بتكون موجودة فوق الحرف المادي، هذه أيضا الهمزة هنا بيكون عليها نفس الحرف، الواو، لا أنا آسفة، اللي هنا الياء بيكون عليها حركة طويلة. معلمتي نعم، معلمتي، الهمز هنا قبل الياء، قبل ياء المد. الإيه؟ خاطئين، الهمز هنا قبل ياء المد مش بعدها. آه صح، أنا آسفة، اه اصل جيت اكتب اسرائيل وبعدين فقلت لا بلاش اسرائيل في الاجواء اللي احنا فيها دي، معلمتي فجاه جت خاسئين، يا سبحان الله، معلش ايش بقى قدرت مش حاجة حبيبتي، انا اتفضل. خاسئين ده بد بدلي يا اخواتي، سوري معلش لما انتبه. تمام، عموما القران والمصحف فيها امثله كتير جدا. تمام، طيب وبنتي يعني زي ما انت شايفين عماله تطبطب على ايدي فمش عارفه اركز منها خالص، الله المستعان، ربنا يبارك فيها يا رب. يا رب، اللهم امين. فهنا بيمد 4 ل5 حركات فسبحان الله، تمام. فهنا الشروط كلها توفرت، ان الهمزه جاءت بعد الالف الماديه او الواو الماديه او الياء الماديه، تمام، وقبلها الحركة المجانسة الفتحة مع الألف والواو مع الضمة مع الواو والكسرة مع الياء، الله المستعان. فبتمد 4 أو 5 حركات، فسمي مد لأن حرف المد، الحروف المادية الصوت زاد عن الحركتين، تمام، زيادة الصوت يعني المد نسبة لزيادة الصوت، واجب لأنه واجب علينا إن إحنا نمد الصوت أكتر من حركتين، فهو بقى واجب. متصل لأنه بيأتي في كلمة واحدة، أن الأحرف المادية الألف والواو والياء جاءت مع الهمزة في كلمة واحدة، تمام كده. وهنا بيمد، المد بيكون واجب مده وقفا ووصلا، وقفا ووصلا، يعني أنا سواء وقفت على الكلمة أو وصلت الكلمة بيكون المد هنا 4 أو 5 حركات، تمام. المد الجائز المنفصل بنفس الكيفية ولكن في كلمتين وليس كلمة واحدة،
في كلمة كلمتين وليس كلمة واحدة. طب احطك فين؟ اخواتها كلهم ناموا الا هي. جيبيها عندي معلمة وانا هلعبها شوية. خديها، مش هقول لا. المد الجائز المنفصل، يعني يا ريت ان هي تقعد ساكتة. لا ده هي قاعدة عمالة تخبط في ايدي. المنفصل. المد الجائز المنفصل عندي بيأتي في كلمتين. يعني ايه كلمتين؟ يعني عندي الأحرف المادية اللي هي الألف والواو والياء بتأتي في نهاية الكلمة الأولى. الألف الواو الياء قبلها الحركة المجانسة الفتحة والضمة والكسرة في كلمة في نهاية الكلمة الأولى. في نهاية الكلمة الأولى. والهمزة بتيجي عندي في بداية الكلمة الثانية. الهمزة بتأتي في بداية الكلمة الثانية. تمام، يبقى أنا توفرت عندي الشروط إن الحروف المادية جاءت قبلها الحركة المجانسة وجاءت بعدها الهمزة في كلمتين. في كلمتين زي مثلا وما أدراك. يبقى عندي وما أدراك. يبقى أنا عندي كلمة وما، دي كلمة لوحدها مستقلة. أدراك كلمة أخرى مستقلة. يبقى هنا الألف المادية نهاية الكلمة الأولى والهمزة بداية الكلمة الثانية. ده المد الجائز المنفصل، ده معنى منفصل، يعني ده في مكان وده في مكان، الحرف المادي في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، منفصلين عن بعضهم. أقدر أقف يتم الوقف على كلمة وما، أقدر أقف عليها، بس إذا وقفت عليها بيكون طريقة الوقف إيه؟ همدها 4 حركات أيضاً؟ لا تمد 4 حركات، بتمد حركتين فقط. ليه؟ لأن وقتها في هذا الوقت عند الوقف عليها فتصبح مد طبيعي. ونركز في الجزئية دي ونخلي بالنا من الجزئية دي، الفرق ما بين المد المنفصل والمد المتصل. ليه هنا واجب؟ واجب لأنه هو واجب المد 4 أو 5 حركات، أو الواجب المد أكثر من حركتين وقفا ووصلا. موجود عندي المد ثابت عندي وصلا ووقفا. أما في الجائز المنفصل بفصله عن بعض، لما باجي أقدر أقف على هذه الكلمة، لما باجي أقف على هذه الكلمة بقف عليها بتمد حركتين وما، مد طبيعي. ليه؟ لأن هنا خلاص يعني انعدم وجود السبب، السبب اللي هي الهمزة غير موجودة، أنا وقفت على ما فكده أصبحت منفصلة، فين الهمزة؟ مش موجودة عندي دلوقتي. لكن عند الوصل لما باجي أكمل القراءة فعندي بتيجي الهمزة في بداية الكلمة الثانية، الهمزة اللي موجودة في بداية الكلمة الثانية تمام؟ بيكون وجد عندي سبب مد الحرف المادي أكثر من حركتين، فيصبح المد هنا 4 أو 5 حركات، وقيل بعض العلماء حركتين، يعني أقدر إن أنا أعمل المد المنفصل حركتين. وهنا يعني بعض الشيوخ لو سمعنا مثلا الحصري في قصر المنفصل بنلاقي إن التلاوة بتاعته عند المدود، يعني بيجي بيثبت المد الواجب المتصل بيثبت ب4 حركات، ولكن إذا يعني سمعنا لتلاوته فبنلاقي إن هو بيجي في المد المنفصل بيتم به قراءته بالقصر، أي أن بيقرأ المد المنفصل بحركتين فقط، فهذا جائز، يعني ده معنى الجواز، هذا جائز. تمام، ففي بعض الشيوخ بتاخد بالقصر، ولكن الراجح او المفضل تمام اللي هو ان هو بيمد 4 أو 5 حركات.
واضح كده؟ في أي سؤال أو أي استفسار في هذه الجزئية؟ معلمتي نعم تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم بالنسبة السلام. للمد المنفصل عندما يمد 4 حركات نعم فهذا يكون عن طريق الشاطبية، أما عندما نعم يمد فيكون عن طيبة النشر، هذا ما أخذناه والله أعلم. نعم ما هو دلوقتي احنا دراستنا كلها على الشاطبية، عن طريق الشاطبية، حفص عن عاصم عن طريق الشاطبية. يعني نعم احنا يعني عن لسه طريق الشاطبية نعم احنا ضروري ما نمد دخل 4 حركات. المقدم في او المفضل او المقدم في الأداء 4 أو 5 حركات، تمام كده؟ لكن احنا بندرس عن طريق الشاطبية، انما ان احنا ندرس نقول طيبة النشر بتقول ايه والشاطبية بتقول ايه، لا احنا لسه مش ما دخلناش في الجزئية دي، لان احنا دراستنا ودراسة هذا الكتاب عن طريق حفص عن عاصم عن طريق الشاطبية، تمام كده؟ فاحنا دراستنا كلها ومعلوماتنا واقوالنا كلها عن طريق الشاطبية، عشان نبقى فاهمين وعشان يبقى الامر واضح، تمام كده يا حبيبتي؟ في اي سؤال او اي استفسار؟ في اي سؤال او اي استفسار في الجزئية دي؟ هنشوف عندنا الكتاب، نرجع هنا للكتاب. المد الفرعي أنواع 5 أنواع، طبعا أنا فصصتها عشان تبقى بشكل أوضح. المد المتصل، المد الواجب المتصل، المد المنفصل، المد الجائز المنفصل، المد البدل، ومد عارض السكون، والمد اللازم. المد المتصل سببه، سبب المد المتصل الهمزة بعد المد في كلمة واحدة، يعني الهمزة بتيجي بعد حرف المد في كلمة واحدة. المنفصل سببه الهمزة في بعد المد في كلمتين، يعني سبب المد الهمزة اللي طولت الصوت عن حركتين، ولكن هذه الهمزة بتأتي في كلمتين ولذلك سمي بالمنفصل. مد البدل سببه الهمزة ولكن قبل المد، المد البدل بتأتي قبل أحرف المد زي خاسئينا اللي أنا غلطت فيها وكتبتها في المد الإيه المتصل. المد العارض للسكون سببه سكون عارض بعد المد. عارض بعد المد ده هنشرحه بالتفصيل، أي أن لما بنيجي نقف على كلمة بيكون آخرها حرف زي مثلا يعلمون، تمام؟ فعندي هنا النون هو آخر حرف والنون اللي بقف عليها، فبيصبح أن النون حركة السكون حركة عارضة، سكون عارض يعني سكون طارئ، زي ما كده أنا في طوارئ حصل موقف معين فاضطريت في الموقف ده إن أنا أعمل الحاجة دي، فهي السكون هنا إن النون بيبقى عليها حركة فتحة أو كسرة أو ضمة، ولكن عشان أنا اضطريت أقف على الكلمة فأصبحت الحركة الأصلية اللي هي الفتحة أو الكسرة أو الضمة اتغيرت إلى سكون عارض، أصبح سكون عارض، تمام؟ قبل النون في حرف الواو، هذه الواو هي واو مادية لأنها واو ساكنة لا حركة عليها عارية من الحركة، وقبلها ضمة حركة الضم، فأصبحت شروط المد توفرت في هذه الواو. فهنا عندي يعملون حرف النون عند الوقف أصبحت عليها سكون عارض وقبلها حرف المد، فبالتالي هذا السكون كان سبب لمد صوت الواو المادية إلى حركتين أو 4 حركات أو 6 حركات، يعني ده كده باختصار المد العارض للسكون، تمام؟ طيب المد اللازم سببه سكون لازم، يعني أنا اللي بشرح ده يعني بشرح معنى كلمة عارض ومعنى كلمة لازم. لازم يعني سكون أصلي في الكلمة، سكون أصلي في الكلمة، فسببه سكون لازم بعد المد، تمام؟ المد المتصل هو أن يقع بعد حرف المد همزة متصل به في كلمة واحدة. إيه الحكم؟ وجوب المد، المد واجب، الحكم وجوب المد، ولذلك يسمى بالمد الواجب. وهنا المد خفي والهمز صعب، فزيد في الخفي ليتمكن من النطق بالصعب باتفاق. ده بيفسر لي يعني إن المد ده لازم ليه، مد واجب ليه.
لك المد خفيه والهمزه صعبه فبيزيد في الخفاء فعشان نمكن من نطق المد بالصعب باتفاق. تمام، بيمد يعني مش لازم نركز مع الجمله دي قوي. مقدار المد المتصل بيمد 4 أو 5 حركات وصلا ووقفا من طريق الشاطبيه. يبقى احنا بنتكلم ان الكتاب ده كله اساسه حفص عن عاصم عن طريق الشاطبيه، بيمد 4 أو 5 حركات وصلا ووقفا، وصلا ووقفا من طريق الشاطبيه. زي هنا جاء حروء هنيئا، هاؤم وفيها ها جزء من الكلمة وليست للتنبيه. ليه بيقول الكلام ده؟ لأن احنا عندنا في نوع تاني من المد اسمه انفصال حكمي، زي يا أيها أولئك هذه الكلمات، فهي أساسا يا أيها معناها يا نداء وأيها يا أيها القوم. زي مثلا نيجي نقول يا فاطمة، فياء للنداء وفاطمة هو الاسم، فهكذا. فهنا بتكتب يا أيها ككلمة واحدة، ولكن هنا يعني دخلت تحت المد المنفصل انفصال حكمي. تمام، يبقى هنا بيقول إن ها أمه هي جزء من الكلمة، ها دي جزء من الكلمة وليست ها التنبيه، فهو مد متصل. وخلي بالكم الكلمة ها أم دي يا أخواتي موضع اختبار، بتيجي في الاختبارات كتير جدا، المعلمات بيحبوها، فبتيجي في الاختبارات كتير جدا ان هي ها ام. ده مثال للمد المتصل ولا المد المنفصل؟ والمد زي مثلا كلمة يا ايها ايضا موضوع اختبار، بتيجي في المد المنفصل ولا المد المتصل؟ طب ايه سبب ان هو متصل وايه سبب ان هو منفصل؟ فهنا ان ها امه مد متصل، وسببها ان الهاء جزء من الكلمة وليس هاء التنبيه. المد المنفصل هو أن يقع الهمزة بعد حرف المد منفصل عنه في كلمة أخرى، أن يأتي أن معناها أن يأتي في كلمتين. إيه الحكم؟ جواز المد أو القصر، جواز المد أو القصر، ولذلك يسمى بالمد الجائز. ومد المنفصل هو الواجب علينا من طريق الشاطبية الذي هو اختيارنا، أما قصر المنفصل فهو من طريق آخر وهو طيبة النشر. تمام؟ يبقى الواجب علينا من طريق الشاطبية اللي هو المد اللي هو 4 أو 5 حركات، أما القصر اللي هو الحركتين ده من طريق آخر. ولا يجوز للقارئ أن يقرأ بقصر المنفصل إلا إذا كان على دراية بالأحكام المترتبة عليه. يعني إحنا كمبتدئات ما ينفعش إن إحنا نقرأ بالقصر. ليه؟ لأن قصر المنفصل ليه أحكام خاصة به، فلذلك لابد أن نكون على دراية وعلى علم بهذه الأحكام المترتبة على قصر المنفصل. تمام؟ طيب مقدار المد بيمد وفي إيه؟ مقدار المد بيمد المنفصل 4 أو 5 حركات، لكن الأفضل 4 حركات. وليه هنا دايما بيقولك الأفضل 4 حركات؟ يعني يقيل إن لما بنيجي مثلا نقرأ في ختمة بنبدأ الختمة من أولها لآخرها، فعلشان القراءة نفسها إن هي تكون قراءة متزنة، وطبعا اتزان القراءة باتزان الوقت باتزان الزمن، زمن المدود وزمن الحركات وزمن. ليه بنقول إن الحركات أزمنتها متساوية؟ وليه بنقول ان المد لازم يكون هنا 4 حركات و5 حركات؟ علشان يكون في اتزان في القراءة. ما ينفعش ابقى اكون بقرأ هنا مد منفصل 5 حركات وفي مد تاني منفصل 4 حركات. ما ينفعش اقرأ المتصل 4 والمنفصل 5، يعني هيكون في خلل، الصوت هيكون مش مظبوط وهيكون في خلل في القراءة. فهنا بيفضل، هو من التفضيل، هو ده مش حرام او غير جائز، لا، ولكن بيقول من المفضل ان احنا بنمد المنفصل 4 حركات. فلما يكون المنفصل 4 حركات متساوي مع المتصل 4 حركات والعارض للسكون 4 حركات، فدي التوسط، يعني بيختاروا التوسط لتوازن القراءة او لاتزان القراءة. تمام، فمقدار المد بيمد المنفصل 4 أو 5 حركات، لكن الافضل 4 حركات. طيب ملحوظة، بيمد الالف الملفوظ والمحذوف رسما من يا ايها، يا اللي هي ياء النداء، وهاء التنبيه مدا منفصلا إذا جاء بعدها همز، زي يا أيها، ها أنتم،
رغم اتصالها رسميا، هي متصلة في الكلمة، متصلة خطا، هي مكتوبة متصلة كلمة واحدة، ولكن بيسمى هذا النوع انفصالا حكميا. وناخد بالنا، لأن زي ما أنا بقول إن دي موضع اختبار، إن يا أيها، ها أنتم، هنا ياء نداء، ها أنتم، ها للتنبيه، ها للتنبيه. أما ها أم، ها هنا جزء من الكلمة، فلذلك إذا جيء في الاختبار مثال مثلا ها أم، هذه الكلمة نوعها مد منفصل ولا متصل ولا مد، يعني أيا كان أنواع المدود، فبنيجي نقول مثلا أو مثلا مد منفصل ولا منفصل انفصال حكميا، يعني في صيغة للسؤال بتيجي فيها إن ها أم الكلمة هنا عايزين نعرف، أو مثلا صح وغلط، ها أم مثلا بتمد مد متصل صح أم خطأ، فبالتالي إن إحنا بنعمل صح. طب بتمد مد منفصل صح أو خطأ، فالأخوات اللي بتكون مركزة في الانفصال الحكمي تقول لك آه ها أم، هاء تنبيه وأم كلمة، لا، فتيجي تقول لك مثلا صح، ها أم مد منفصل انفصال حكمية، فتيجي تقول لك صح، تمام، يا أيها مد متصل، أو يا أيها مد منفصل. فالكلمات دي لازم ناخد بالنا منها، دايما أقول نخلي بالنا من الاستثناءات، لأن الاستثناءات دي الكلمات أو الاستثناء ده بيكون موضع اختبار، عشان بس نعرف هي الطالبات مركزين ولا لا، تمام. أما المد المنفصل رسما عن الهمزة يسمى انفصالا حقيقيا. المد المنفصل رسما عن الهمزة يعني المكتوب خطا بعيد عن الهمزة، يعني واضح جدا، بتكون مثلا يا مكتوبة كده، وأيها مكتوبة كده، يبقى كده الياء مرسومة، الألف المادية هنا كده مرسومة، يبقى ده المقصود بها رسما، المد المنفصل رسما، يعني مكتوب قدامي إن الياء مكتوبة واضحة جدا في كلمة، وأيها مكتوبة واضحة في كلمة، بيسمى انفصال حقيقي. ونركز في المسميات، أنا بقول أهو من دلوقتي، ونركز في المسميات. يبقى المد المنفصل رسما عن الهمزة اللي مكتوبة كده لوحدها عن الهمزة يسمى انفصالا حقيقيا. أما المد اللي بيكون مكتوب إن الكلمة مكتوبة كده مع بعضها مد منفصل اللي جاء بعدها همزة، تمام، اللي هي الألف الملفوظة، يعني دي ملفوظة ومحذوفة رسما، مش مكتوبة رسما، أو مكتوبة اللي هي ألف صغيرة زي كده لكن مش مكتوبة في الرسم بشكل واضح زي كده، دي رغم اتصالها رسما بيسمى هذا انفصالا حكميا. مفهوم الجزئية دي أخوات ولا فيها مشكلة؟ لخبطتكم أنا. ممكن تعديها بعد إذن حضرتك؟ معلش. عنديها معلمة، الله يجزاك بالخير. حاضر. يدعو بس إن بنتي ما تصحاش، فحاول أنيمها. يعني واحدة واحدة، معلش يا معلمتي، ربنا حاضر يكرمك. حاضر. إيش يعني حكمي؟ يعني هي حكم منفصل انفصالا حكميا، يعني حكم، يعني هي واخده حكم المد المنفصل، هي مكتوبه كلمه واحده، انا انت شايفاها ها انتم ويا ايها، انت شايفاها كده كلمتين ولا كلمه واحده؟ مش احنا بنقول شروط المد المنفصل ان هي بتيجي في كلمتين، صح، نعم حرف المد في كلمه والهمزه في كلمه تانية، هو ده المد المنفصل، صح ولا غلط؟ طب انت شايفة يا ايها دي كلمة ولا كلمتين؟ مكتوبة قدامك ايه، كلمة واحدة ولا كلمتين؟ كلمتين، يا ايها كلمتين، لا فين دي كلمة الكلمتين؟ واحدة مكتوبة كلمة واحدة، خلينا في الكتابة دلوقتي بعيدا عن اللي كلمة انا واحدة شرحته، مع معلمتي. احنا شايفينها كلمة واحدة وبنقراها يا ايها كلمة واحدة، ها انتم كلمة واحدة، صح ولا غلط؟ صح، هؤلاء كلمة واحدة، كلمة واحدة كل هذه مكتوبة كلمات رسما كلمة واحدة. رسما احنا شايفينها كلمة واحدة، رسما معناها ان هي مكتوبة كتابة،
تمام. هذا مد ثانية واحدة جائز. ثانية واحدة ثانية حاضر. واحدة ثانية واحدة وهنكمل الشرح. طيب معاك. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي ان المد المنفصل ليه مسميين، انفصال حقيقي وانفصال حكمي، تمام. الانفصال الحقيقي اللي هي الكلمات، يعني مثلا عندنا امثله اهي في المد المنفصل عن الانفصال الحقيقي، انا اعطيناك وفي أنفسكم. هنا عندنا إحنا شايفينها أهو بعينينا، دي كلمة ولا كلمتين؟ كلمتين. كلمتين أهي. نعم قوا نعم أنفسكم، إنا كلمة وأعطيناك كلمة تانية. طيب نعم شكل أوضح، وفي أنفسكم، أدي في حرف جر كلمة وأنفسكم كلمة تانية، صح نعم كده؟ يبقى دي نعم كتابة عندي حرف المد في كلمة، حققت شروط الانفصال. عندي حرف المد في كلمة في وأقدر أقف عليها، في أقدر أقف عليها، أقدر أقف هنا وقفا، أقدر أقف على في مثلا نفس اتقطع، فبقرأ الآية وباجي أقول في خلاص تم الوقوف عليها، مد طبيعي حركتين. بعد كده أكملها أو كده وفي أنفسكم، وأكمل بقية القراءة. يبقى أنا كده كتابة رسما وكتابة وخطا، كل دي هذه مسميات للكلمة قدامي اللي هي مكتوبة، تمام. يبقى دي كلمتين، أدي حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة تانية، واضح كده يا أخواتي؟ ده اسمها انفصال إيه؟ مد منفصل. انفصال إيه؟ انفصال حقيقي. حقيقي يعني في الحقيقة أنا شايفة قدامي كلمتين، تمام يا أستاذ. تمام كده. طيب نعم الانفصال الحكمي، انا شايفه ان دي كلمه واحده. يا كلمة واحدة. ابراهيم، هي كلمه واحده مكتوبه ولا كلمتين؟ مكتوب، ما انا ممكن اكتب يا ابراهيم بهذه الكيفيه، يا ابراهيم، صح؟ صح كده. يبقى يا في كلمه وابراهيم الهمزه في كلمه تانية، ولكن كتبت هنا في القرآن بهذه الكيفية. أنا شايفها كلمة واحدة ولا كلمتين؟ كلمة واحدة كتابة، أنا شايفها كلمة واحدة. هؤلاء كلمة واحدة ولا كلمتين؟ كلمة واحدة. كلمتين. أستاذة أنت شايفة هؤلاء كلمتين مكتوبة كلمة قدامك؟ واحدة هؤلاء، معلمة. لا، هي أصلها في الأصل كلمتين. أنا ما بتكلمش على الأصل، أنا بتكلم هي على اللي أنت شايفة إيه بعينك. نعم انا كلمة بقى واحدة. انت شايفه ايه بعينيكي في الكتابه؟ دي كلمه قدامك. انا مش بتكلم، يعني انا دلوقتي مش بتكلم مع اخت عارفه التجويد وعارفه العلم التجويد وعارفه الاصل ومش الاصل. انا بتكلم ايه اللي انت شايفاه بعينك دلوقتي؟ دي كلمه واحده ولا كلمتين؟ كلمه كلمة واحده. يا واحدة. ايها كلمه واحده، ها انتم كلمه واحده، تمام. طيب انا لما باجي اتكلم ان هي كلمه واحده، يبقى دي رسما وخطا كلمه واحده، ولكن في الحقيقة الأمر هما كلمتين. فطالما هي كلمة واحدة رسما، فبيسمى هنا إيه؟ بينطبق عليها حكم المد المنفصل، كل ده بنلعبه عشان نجيب جول. بيلعب بيك عاشور. بي بينطبق عليها بينطبق عليها حكم المد المنفصل، تمام. ولكن لما تيجي اختي لسه مبتدئه وجايه معانا وما درستش قبل كده، واجي اقول لهم خلي بالكو يا ايها ايه الحكم هنا، اقول لك المد منفصل، فتيجي تقول لي هو ازاي منفصل؟ هو حضرتك مش شرحت لنا قبل كده ان المنفصل ده بيكون حرف المد في كلمه والهمزه في كلمه تانية؟ اقول لها اه. تقول لي طب ما فين الكلمه، يعني هو انا اقدر اقطع كلمه يا ايها واقف على يا؟ انا ما اقدرش اقطع الكلمه. طب هؤلاء، هي حقيقة الأمر هي كلمتين، هاء تنبيه وأولاء، تمام. هي كده، تمام. طيب أنا أقدر أقول ها
اقدر اقف على ها زي ما هنا وفي انفسكم، اقدر اقف على الفي عادي. فالوقف اقدر انا اقول ها، وبعدين ها انتم، اقدر اعمل كده، اقدر اعمل كده في هذه لا ما الكلمات. انا لا لا يا استاذه لا ما لا اقدرش، ما اقدرش اعمل كده. يبقى هي كتابة كلمة واحدة، ولكن علشان احنا درسنا وعرفنا ان الكلمة دي بتتكون من كلمتين، يا نداء وكلمة او هاء للتنبيه وكلمة اخرى، يبقى معنى كده ان هي في حكم المد المنفصل، هي في حكم المد المنفصل، فلذلك هي بتسمى بينطبق عليها حكم المد المنفصل، ولكن انفصال حكمي وليس انفصال حقيقي. يبقى الفرق ما بين الانفصال الحقيقي والانفصال الحكمي طريقة الكتابة. طريقة الكتابة، أنا عندي المد المنفصل انفصال حقيقي، يعني أنا شايفة بعيني كلمتين انطبقت عليهم الشروط إن الحرف المدي في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. عينيا شايفة كده وعقلي ترجمها كده. أما أنا لو مش دارسة الكلمات دي فهشوف بعيني إن الكلمة دي كلمة واحدة مكتوبة، فإزاي أنا هقول مد متصل؟ أنا عن نفسي مش دارسة الانفصال الحكمي، هقول إن الكلمة دي مد متصل. تمام؟ فلأن هي شكلا مد متصل، ولكن هي في حقيقة الأمر هما كلمتين، حرف نداء، حرف نداء أو أداة تنبيه اللي هي ها وكلمة تانية، فهي انطبق عليها المنفصل، ولكن نوع الانفصال هنا بيسمى هي في حكم المنفصل وليست هي فعليا منفصلة. لو فعليا منفصلة أقدر أفصلها عن بعضها وأقدر أقف على الجزء الأول وبعد كده أسيب الجزء الثاني، ولكن هي في حكم المنفصل. وضحك كده؟ قدرت أوصل المعلومة؟ نعم استاذ، وضحت يا استاذه. بس ها امه، انا عارفه ان الهاء من بنيه الكلمه، بس نعم بتلخبط. بس بتلخبط فيها ما بين ها امه او هؤلاء او ما ها هو، ما هو انا بقول ايه، يعني نخلي في هاءات بالنا، تانية، نخلي بالنا، وبتلخبط فيها، ما بقدرش افرق بين دي وبين دي. نخلي بالنا استاذه ها من ام هاي الاستثناءات. استثنائيه يا استاذ. نعم، ما انا نعم لسه بقول اهو، نخلي بالنا من الاستثناءات ونضطر اسفين ان احنا نحفظ بعض الكلمات الاستثنائية، بعض نعم الكلمات اللي فيها استثناء نحفظها. يعني ها أم، خلاص احنا عرفنا ان الهاء من بنية الكلمة، ليه يعني هنتلخبط؟ احنا هنحفظها هقوم دي مد منفصل، مد متصل، مد متصل لأنها بنية الكلمة. لأنها في الكلمة الهاء من ضمن الكلمة، أنا لو فصلت ها عن أمه هي ملهاش معنى، مش هتبقى لها معنى. نعم طبعا ولكن لو طبعا. فصلت أنا يا إبراهيم المعنى موجود، يا يا ولوحدها إبراهيم. ولوحدها. نعم، نعم ولكن نعم أنا ما أقدرش في القراءة إن أنا يعني مثلا أنا هنا لما أجي أقول لك إيه، قوا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، تمام؟ أنا لو قلت يا أيها الذين آمنوا قوا، هل المعنى اختلف؟ ما اختلفش، أنا النفس اتقطع فاضطريت إن أقف على قوا، تمام؟ وقفت عليها بالمد الطبيعي. فانا عندي امكانيه، عندي اجازه هنا ان انا يعني عندي جواز ان انا اقف على كلمه قو، لان هي فعليا كلمتين، هو حقيقيا هي كلمتين، أنفسكم. تمام؟ بعد كده هرجع اكمل قو انفسكم واهليكم، خلاص أثناء الوقت هيبقى مد طبيعي حركتين، لكن طبيعي، في الوصل لان أيوه. انا طالما ان انا وقفت على قو يبقى انا الهمزه مش موجوده معايا، فالسبب اتلغى، لا أيوه نعم تمام. فبينطبق علي شروط المد الطبيعي فقط. لكن لما اجي اكمل قوا انفسكم واهليكم نارا، يطبق عليها المنفصل، يبقى المد ينطبق عليها المنفصل، المنفصل. الأربع يبقى أو خمس حركات. لازم نكون فاهمين عشان نعرف نطبق، تمام كده؟ يبقى انا لما اجي اقف على مد منفصل انفصال حقيقي،
هقف على الجزء الأول من المد المنفصل اللي هي الكلمة اللي بتنتهي بحرف مدي بمد طبيعي حركتين، ولكن عندما التلاوة أنا ما ينفعش أكمل من أنفسكم، أنا فقدت المعنى، أنا لازم أرجع من ورا هو أنفسكم. زي بالظبط وفي، طب وفي إيه؟ أنا وقفت عشان نفسي اتقطع، أنا مش واقفة عشان ليا مزاج النقط، تمام؟ أرجع بقى أكمل عشان أجيب المعنى. وفي أنفسكم، وأكمل تمام. القراءة. واضح كده؟ نعم أستاذة، طيب، جزاك أما الله في خيرا. الانفصال الحكمي أنا مش هقدر أقف في الوقفة دي، ما اقدرش اقول ان هي يا وقف واقول نفسي اتقطع، انا كده فقدت المعنى، انا كده الوقف نفسه مش فاهمه. يعني لما اجي اقول يا ايها الذين امنوا قوا، خلاص انا فهمت انه ان الذين امنوا هياخدوا بالهم، هيحموا نفسهم او يحافظوا على انفسهم من حاجه معينه، بس الحاجه دي انا وقفت انقطاع النفس فهتيجي بعدين. انما لما اجي اقول مثلا يا ايه، انتوا بتنادوا على مين؟ يا ابراهيم طب ولا ها يا ها ايها بيقول ولا ها ايه، ايه اللي ها يا جماعه، كملوا لي ها ايه. فما ينفعش ان انا افصل عشان الكلمات، هي فعليا هي بتتكون من جزئين، حرف ياء نداء، تمام، او هاء تنبيه، ان انا بنبه اللي هو ها انتم، بنبه، تمام، او يا ابراهيم زي يا فاطمه، انا بنبه، انا الياء نداء ان انا بنادي على حد، او تنبيه ان انا بنبه اللي قدامي انا بكلمك، لكن ما ينفعش افصلها، ما ينفعش اقف على يا بمد طبيعي حركتين واجي اقول ايها واجي لما اربطه، ما ينفعش. اللي انا عملته هنا في الانفصال الحقيقي لا يصح ولا يجوز ان يتم في الانفصال الحكمي، ولكن هي في الحكم او هي اصل الكلمه هي كلمتين، هي الاصل كلمتين، ياء نداء وكلمه ايها، أو ياء نداء وإبراهيم، هو ده الأصل عندي، فهي بتاخد حكم المنفصل، بنفذ عليها أو بطبق عليها حكم المنفصل، فلذلك اللي بسميها انفصال حكمي وليس انفصال حقيقي. واضح؟ بعد إذنك يا أستاذة، عشان واضح أنت أنت ممتازة والله، ربنا يبارك فيك. مش دخلت متأخر عشان نور. طب أنا أقدر أفرق بين الحكم بين المد المنفصل الانفصال الحقيقي وانفصال الحكم إزاي؟ عشان أنا ما لحقتش غير آخر جزء ده. أقدر أفرق ما فيش مشكلة، هو حضرتك بين تسمعي التسجيل من الأول من البداية وأنا هعيد لك دي دلوقتي تاني، ما فيش مشكلة تماما. احنا بنتكلم تمام. ان احنا هنفصل ازاي. الانفصال الحقيقي هو كلمتين، موجود كلمتين قدام عيني كده، انا شايفة بعيني الاتنين في كلمتين، اقدر اقف على الكلمة الأولى، طالما ان تمام انا اقدر اقف على الكلمة الأولى والمعنى عندي انا محافظة على المعنى الآية، فخلاص ده انفصال حقيقي. تمام الانفصال الحكمي انا شايفاها كلمة واحدة، لكن هي اصل الكلمه دي هما جزئين، لكن انا ما اقدرش اقف على الجزء الاولاني. ليه؟ لان انا لو وقفت على الجزء الاولاني المعنى هيتم فقد المعنى، فبالتالي هي واخده حكم المد تمام المنفصل. الحكم في ايه؟ ان انا امدها، عندي اجازه مدها 4 او 5 حركات، يعني انا بتعامل مع زي بالظبط اللي هو بيقول لك ايه، يعني انا عندي اطفالي مثلا، عندي بنتين مثلا، ورحت تبنيت او كفلت بنت ثالثه، انا بتعامل مع البنت اللي هي اليتيمه اللي انا عملت لها كفاله دي، بتعامل معاها زي بنتي بالظبط، بديلها نفس الحكم ونفس الحب ونفس الحنان، لكن هي في الاصل هي مش بنتي. فاهمه المعنى تمام ازاي؟ فالانفصال الحقيقي اللي دي بنتي الحقيقيه، فينا شبه من بعض، فينا في شروط كده بتنطبق علينا، لو بنتي دي راحت في اي مكان معروف ان دي والدتها مثلا، من الشبه، من الاسم، من اسم على اسماء، فهماني؟ اما البنت اللي هي غير، مش بنتي الاصليه، هي في حكم بنتي لكن هي مش بنتي، تمام فهي بتدي لها نفس الشروط وبدي لها نفس الاحترام وبدي لها وبصرف عليها زي ما بصرف على بنتي الحقيقيه، وبدي لها مثلا الحب والحنان، بجيب لها الادوات الدراسيه بتاعتها زي بنتي بالظبط، ما بفرقش بينهم في المعامله، ولكن هي في الاصل مش بنتي، فدي بتسمى ايه؟ بنتي بالتبني او بنتي بالكفاله، تمام؟ فهي نفس القصه، ان الانفصال الحكمي هو بياخد حكم الانفصال الحقيقي، بياخد حكم المد المنفصل،
تمام. يعني أنا بحاول أقرب المعنى والله، بس مش عارفة يعني. ربنا جميع يعلمنا جميعا يا رب العالمين. يا رب، ربنا يسامحك. فدي أنت هتشوفيها هي كلمة واحدة، هي كلمة واحدة، ولكن حقيقة الأمر إن الكلمة دي بتنقص، بتتكون من حرف نداء وكلمة، حرف نداء واسم، هاء تنبيه وضمير كده، تمام. والأيسر طبعا إن احنا نحفظ بعض الكلمات دي، أو نحفظ الكلمات اللي موجودة دي. واضح؟ تمام، شكرا أستاذ، بارك الله في حضرتك. طيب أنا أعتقد إن كده كفاية، لأن كده أنتوا يعني أكتر من كده مش هينفع طب زي ما ممكن يا بيقولوا. أستاذة بعد إذن حضرتك، نعم اتفضلي. طب ممكن يا أستاذة في كلمات استثناءات غير هاؤمو، في استثناءات في القرآن تانية غير هاؤمو؟ يعني طبعا انا ما عنديش علم كبير بيها، بس اللي هي الواضحه معانا ايه في الكتاب، ها امه، هاؤمو. تمام. آه، في نقدر، كلمات يعني حضرتك قلت بحفظ الاستثناءات، هي طب الاستثناءات اللي استثناءات موجوده عندي الكلمات دلوقتي في الدرس ها امه، ودي اللي مشهوره جدا في علم بس التجويد فقط. وفي كتب التجويد فقط، لكن انا ما عنديش علم، يعني ما اقدرش طيب تمام، اجزم ان انا اقول هي دي كلمه الوحيده في القران كله، او ده الموضع الوحيد في القران كله، لا انا ما اقدرش اجزم بده. إذ ربما في كتب علم التجويد التانية في كلمات أخرى وأنا ما عنديش علم بيها، لسه ما توصلتش إليها، وممكن يكون جائز فعلا هي دي الكلمة الوحيدة اللي موجودة في القرآن. فأنا يعني ربنا حقيقة يزيدك الأمر علم أنا يا ما رب. عنديش. يا رب يعلمنا جميعا يا رب العالمين. يعني طيب أستاذ، الانفصال الحكمي لا يجوز الوقف عليه، يعني لا، عليه الانفصال الحكمي لا يجوز الوقف عليه، ما أقدرش أقف عليه، عليه نعم هيفقد المعنى. نعم يا أستاذ، نعم، لأن أنا جزاك الله ما خيرا. ينفعش أقف على ياء نداء، أوقف نعم على هاء تنبيه فقط، هاتم به. نعم تمام. حاضر، لكن الانفصال الحقيقي يجوز الوقف على الجزء الأول من المادة المنفصلة، لأن هي بتبقى كلمة، تمام، يعني حرف أو كلمة أو زي كده، فيجوز إن أنا أقف على الجزء الأول، فمن لا تفقد المعنى، المعنى عندي لا يفقد. طيب بكده نكون انتهينا من درس النهاردة، ربنا يعلمنا ويعلمكم يا رب العالمين، ربنا يكتب اللهم أجركم أجر صبركم، جزاك الله ربنا يا خيرا. رب يعني يأجرنا مجلس العلم ويتقبلنا عنده يا رب العالمين، ويجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، ويجمعنا في الآخرة كما معلمش، جمعنا في واحنا الدنيا يا رب نسجل العالمين. الغياب فين؟ جزاكم الله خيرا، واستودعكم الله الذي لا تضيع لديه الودائع، هات وسبحانك معايا اللهم الدكتورة وبحمدك، وارجمك. أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام نسجل ورحمة الغياب الله فين يا وبركاته. معلمة؟